ما اسمي عيسى الطاهر، وظيفتي طبعا هنا رئيس وحدة المؤتمرات والمعارض تبع إدارة صناعة تقليدية. اليوم كان عندنا الافتتاحية للمعرض المرأة الحرفية، يعتبر الأول كوزارة. طبعا هو كان معرض تقييمي يعتبر بالدرجة الأولى للمعرض الذي سيقام في شهر نهاية شهر 7 في مدينة نابل التونسية. زي ما شفت حضرتك تنوعت الصناعات بالنسبة للحرفيات، صوفية، خزفية، فيه عندنا اللي نقش على الحجر، في عندنا صناعات تراثية، فحبينا ننوعه. عندنا أيضا الصناعات اللي الملابس النسائية اللي دخلنا اللي كانت قديمة ودرنا لها دارولها طبعا الحرفيات تحديد. بالنسبة لنا احنا يعتبر كأول مرة يعني كمرأة حرفية، كان الموضوع بمشاركة مع مكتب ودعم تمكين المرأة اللي هو بالوزارة، وتكاتفت معنا الجهود، ونتمنى أنه يكون المعرض يجيب صدى كبير ويكون يعني فاتحة خير لمعارض ثانية وثالثة ورابعة بإذن الله. أستاذة منى رجب الكريمة، دير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. هذا المعرض الأول للمرأة الحرفية الليبية تحت عنوان المرأة الحرفية تصدر. طبعا استهدفنا فيه الحرفيات الليبيات بحكم أنهم يقدموا نوع من أنواع الصناعة يعني متعطش لها السوق الليبي، وتنافس هي الصناعات الأوروبية، وفي نفس الوقت نحاولوا أن نجد حلقة وصل أو دعم ما بين الوزارة والسيدات الحرفيات. أنا ناصر البريكي، مدير إدارة الصناعات التقليدية بوزارة السياحة. اليوم المعرض بإذن الله الخاص بالمرأة الحرفية اللي هي بإذن الله حتكون داعمة في الاقتصاد الوطني. الفكرة المعرض هو تقابل أصحاب المهن للتعاون مع بعضهم، للتشبيك بعض المشاريع لبعضهم، للوصول لشغل مشترك بيناتهم إن شاء الله.